أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا التالية، موضوع جدا مهم. كل أم تطمح يمكن يوم تربي أبناء أحسن تربية، دائما بمخيلتها بتحب تقدم لهم الأفضل، إنه الابن يكون بالنسبة لإله رفيق تقدر فعليا تعيش معه كافة المراحل، تخاوي تكون صديقته، تقدر تعبر عن مشاعره وهو يعبر عن مشاعره بكل صدق، ويمكن ما يكون في خجل. خصوصا أهم مرحلة يمكن عند الأهل اللي بيعانوا منها بشكل كتير كبير هي مرحلة المراهقة. صحيح نور، يمكن أن المراهقة هي مرحلة تم الحديث عنها كثير، إن كان بالمقالات والبحوث الطبية أو حتى بالبرامج التلفزيونية، ولكن بيظل هذا السؤال هو المحير، كيف أنا بقدر ابني هاي العلاقة مع ابني أو بنتي بمرحلة المراهقة وكون صديق وبنفس الوقت حافظ على الحزم والقوة والقرار باتخاذ أي إجراء ضمن المنزل باعتباري الأب أو الأم. كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة فادية ياسين اختصاصية تربوية. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. لما نقول مرحلة المراهقة يعني هي مرحلة كتير مهمة عند الأطفال وعند الأهل، لأنه بهي المرحلة فعليا أنت بتحصدي مرحلة السنوات الأولى من التربية وقديش فعليا فيك تكوني أم مقدمة كل شيء لطفلك. بس الجيل اليوم بيختلف، يعني نحن عم نحكي عن جيل سابق، اليوم مع التكنولوجيا عم نحكي عن التربية الحديثة، ومع ذلك المراهقة في مرحلة المراهقة إلى حساسية عند الأهل. خلينا نحكي عن أهمية مرحلة المراهقة اليوم والتعامل معها بطريقة صحية. طبعا المراهقة كفترة بدي أعرفها قبل ما أحكي عن الخصوصية الموجودة فيها. المراهقة هي انتهاء فترة الطفولة وحتى وصول إلى نهاية سن الرشد. هلأ لما أقول في مرحلة بين الطفولة وبين الشباب، في معناتها مشاكل كتير عم تكمن وين؟ بمرحلة المراهقة. المراهقة هي الفترة المعقدة أو المرحلة المعقدة ما بين الطفولة والشباب. هلأ الطفولة أحيانا بنقول طفل لقي له مشكلة بنقدر نسايره، حتى الشاب بنقدر نلاقي له حل، بينما مرحلة المراهقة مرحلة معقدة جدا. ليش؟ أنا بكون عندي طفل طلع على من صف السادس للصف السابع مثلا، كتير بتجيني أسئلة طالب أو أولياء أمور الشكاوي بتجيني بيقولوا لي ابني ما عم بقدر أتحمله، ما عم بقدر سيطر عليه. شو دائما بيسأل، بيقول أنا لم أعد صغيرا. طفل من صف السادس لصف سابع أو ثامن أو تاسع بيقول أنا قادر أعمل أي شيء، قادر أكون على قد المسؤولية، أنا ما بدي أعتمد لا على أهل ولا على أب ولا على معلم. فهون الصعوبة، المشكلة بتكون هون فيها أنا لاقي لها حل. البنت مثلا من مرحلة من طفلة لبنت، أنا صرت عندي مفاتن أنثوية أنا بدي أظهرها. الشاب نفس الشيء، أنا صرت أكثر رجولة فأنا بدي أبين لكم أنا عندي مسؤولية. هون بتكمن المشاكل اللي احنا بنقدر نحلها. طيب أستاذة فادية، يعني هي خليني أقول النقلة هي بتصاحبها تغيرات فيزيولوجية مثل ما قلنا بالجسم وتغيرات بالمحيط، يعني كمان البيئة بتأثر يمكن بانتقال الطفل من الطفولة للمراهقة. بعض العبارات اللي ممكن هي تأثر سلباً، أنه أنت بعدك صغير ما في داعي تسمع هالموضوع، أنت بعدك صغيرة ما في داعي توقفي قدام المراية، فبصير هن مستنيين هذا السن ليعملوا كل شيء كان ممنوع عليهم حتى لو هو لساته بكير مثل ما بيقولوا. هاي التفاصيل كيف ممكن الأهل ياخذوا بالهم منها؟ هلأ أهم شيء بنحكي عن التعامل التربوي. هلأ أنا كمديرة مدرسة كثير بعاني من هالمشكلة. طبعاً إحنا في عنا دائماً تواصل مع الأهل بهاي المشكلة، دائما انا بنبه انه لما بهالفتره مرحله المراهقه، خلينا نقول من الصف سابع ثامن تاسع عاشر 11، هاي الفتره كثير حساسه جدا. فدائما انا بقول لهم تفعيل دور المرشد النفسي بالمدرسه. يعني هلا لما طالب بده يحكي اي شيء، بده لنقول بنت بدها تحكي اي سر من اسراره، ما بتروح تحكي لانسه او لمديره، بتروح تلجا للمرشده النفسيه. وللاسف عندنا بمدارسنا في تغييب تام لدور المرشد النفسي واللي هو اساس عمل فتره المراهقه. فانا لما اي طالب بده يجي يشتكي او يحس حاله انه عنده شيء بده يحكي، فلازم يلجا للمرشد النفسي قبل ما يلجا لابوه لامه، قبل ما يلجا للمعلم، المعلم مو فاضي يعطيه اي نصيحه. فالمرشد النفسي هو المسؤول عن هاي الناحيه. في شغله ثانيه، انا لما بدي انا اوجه لفتره لاي مثلا ذكر او انثى بفتره المراهقه، ما بوجه بشكل جماعي، يعني ما بجيب انا والله فوت على صف بقول له انتم كلياتكم غلطانين، بجيب صاحب العلاقه اللي هو غلط وبتوجه هو يتحمل المسؤوليه.
طبعا وفي بعدين خطوات ثانيه احنا بنحكي عنها بالعقوبات. طيب خلينا نحكي يعني من البدايه لحتى انا ما وصل لمرحله يمكن صدام مع الطفل في مرحله المراهقه. اكيد في اسس بالتربيه، الام او الاهل يعني الاب والام ببلشوا فيها تدريجيا لاقدر انا مر هي المرحله فينا نعتبر باخف الضغوطات على الطفل المراهق. شو هي الأسس الأساسية؟ يعني اليوم نحن بنشوف ناس بتقلك نحن مع التربية الحديثة، ناس بتقلك لا نحن مع الحزم. لا، لازم يكون في خط فاصل نوعا ما. إذا في حدا حازم بالبيت الأم بتكون العلاقة مختلفة، كيف فيني أنا فعليا أكسب هيدا الطفل؟ لأنه دائما الطفل بمرحلة المراهقة بيدور على حدا يكون بالنسبة له قدوة أو يلجأ له. فممكن الأم أو الأب يكسبوا هي المرحلة ويكونوا فعليا هن الأصدقاء الطفل. دائما عندما أقول كيف أكسب ابني كصديق، عليه أن يقتدي بي، أن أكون أنا المثل الأعلى في نظري. صحيح. وفي المدرسة أيضا نفس الطريقة، عندما أقول لطالب ممنوع التدخين، يعني في هذه المرحلة نرى يلجأ الطالب أحيانا إلى عنف، كيف نقول له لا تضرب وهو يرى معلمه يضرب أو يتلفظ بألفاظ منيبة؟ كيف نقول له لا تدخن وهو يرى معلمه يشرع سيجارته مثلا؟ هذه إذن دائما المعلم القدوة. ودائما أقول في مرحلة المراهقة المدمرات التي تدمر هذه المرحلة هي التنمر والسخرية، العنف والضرب، قفل باب الحوار. دائما في هذه المرحلة يجب أن نفتح باب الحوار، دعوه يتكلم، يعني دعوه يعبر عن رأيه. شو الخطوات اللي ممكن يمشوا فيها الأهل بالبداية؟ أهم مرحلة التواصل ما بين المدرسة، مدرسة والتربية، عفوا التربية والأهل. يأتيني طالب أو تأتيني أو ولية أمر تقول لي أن لا أستطيع أن أتحمل تصرفات ابني في المنزل، عليكم أن تردعوه في المدرسة. في هذه الحالة لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا أن نتواصل مع الطالب ذاته ونستدعي الإرشاد لكي نجد حل هذه المشكلة. وأحيانا تتفاقم المشكلة، يعني عندما أقول مشكلة بمعنى الكلمة في مرحلة المراهقة، فهنا نضطر لعقد مجلس في المدرسة يتكون من الأهل طرف وسيط والمرشد النفسي وأصدقاء الطالب نفسه. لماذا وصلنا إلى هذه المشكلة؟ عند عدم إيجاد أي وسيلة نضطر لرفع ضبط هذه حالة هذا الطالب للتربية تتخذ القرار المناسب. طيب خلينا نحكي كمان، اليوم قلنا ببداية حديثنا ضروري جدا يكون في بعض الشدة والحزم، لازم يكون في حوار، بس كمان في أوقات معينة لازم في حدا بياخذ القرار، ما أترك القرار مفتوح. مين الجانب اللي لازم ياخذ الشدة والحزم بالعلاقة مع المراهق؟ هلأ دائما علاقة المراهق إما في الأسرة مع الأب والأم أو في المدرسة مع، دائما أقول مع المرشد، لأن علاقته مع المدير أو المدرس صعبة صعبة جدا، وهذا نراه في المرحلة الثانوية. فدائما أقول في مقولة لا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر، أن يكون هناك وسط بين مرحلتين، لا أكون حازما لدرجة أن أقضي عليه ولا أكون رخوا فلا أستطيع السيطرة عليه، أن يكون هناك حل وسط، حل وسط بين الشدة واللين. وأقول أحيانا نحتاج أن نكون شديدين أكثر من اللين في هذه المرحلة، لأن الطالب قد يكون خطرا على نفسه، خطرا على رفاقه، خطرا على مدرسته، خطرا على أسرته. ودائما الشكاوي تكون في هذه المرحلة بالذات. وأرجع أقول المدمرات التي تدمر هذه المرحلة هي العنف والتنمر، السخرية، وبالإضافة إلى قفل باب الحوار. يجب أن يكون أن أعطي ثقة لهذا الطالب حتى يعطينا ما يريد، حتى نسمعه، حتى نحل مشكلته. غير ذلك نكون قد وضعناه في مرحلة قفص أو في قفص الاتهام، وهذا خطأ شائع. دائما نضعه في قفص الاتهام. طيب أستاذة خلينا نحكي معك، مرحلة المراهقة تختلف إن كان ذكر أو أنثى. نحن بنعرف أنه لكل تكوين يمكن حالته الخاصة وتعامله مع الظروف. طب خلينا نعطي الأهالي بعض النصائح اليوم لكل حدا عنده طفل أو طفلة بمروا بمرحلة المراهقة. يعني ما فيني أنا واحد أقول تعامل معهم بنفس الطريقة، أكيد راح تكون الطريقة مختلفة. الأهالي طبعاً، وأنا أم عندي طالب بمرحلة المراهقة، الله يخلي لك يا الله يسلمك، أعاني أنني عندما لا أذكر كلمة كنت في طفولتي، هذه الكلمة تقال دائماً للأطفال أو لمن وصل لمرحلة المراهقة، هذا خطأ شائع. طفولتنا غير طفولتهم،
هم عانوا الان وما زالوا يعانون تراكمات الحرب. صحيح. فنحن عشنا طفولتنا ليس كما هم يعيشونها الان. فيجب ان نقف عند هذه المرحله. طلاب يعانون من تراكم الحرب، من الظروف المعيشيه القاسيه التي نحن ربما لم نذقها، وربما عشناها بفترة في أوجها كما نقول. فمن الخطأ أشع أن نقول أب يقول لابنه أنا عشت طفولتك، أنا عشت طفولة أفضل منك، أو أنا يجب أن تكون طفولتك مثل طفولتي. هذا خطأ شائع. يجب أن لا نقارن طفولتنا بطفولة الآخرين. صحيح. لكل ظروفه وكل متغيرات، وعلينا دائما أعود وأكرر ألا الحوار، فتح باب الحوار، إعطاء الثقة بالنفس، عدم وضعه في قفص الاتهام دائما. يجب أن يكون له مسؤولية، أعطيه بعض المسؤولية إن كان ذكرا، دعه يندفع إلى أي عمل يريده. لا تقف أمام، لا تكن حائلا أمام طموحه. صحيح. يعني معلومات مهمة كثير اليوم معك أستاذة فادية. بدنا نشكرك، شكرا كثير لوجودك. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا.